روح إلى فقرة استوقفتني كثيرا. كورونا حطمت جبروتنا وأظهرت مدى ضعفنا وسخفنا وضحالتنا وقلة حيلتنا. فيروس صغير حطم جبروت الإنسان وجعل من حضارة إنسانية عمرها 7000 عام مجرد أضحوكة. كم كذبنا على بعضنا، وكم سرق غنينا فقيرنا، كم تفاخرنا بألقاب زائفة، وكم رأينا أننا الأصلح والأذكى والأقوى من بين جميع الكائنات. لكننا نبدو اليوم كائنات هشة بائسة تثير الشفقة. أين دول الـ20 إذن؟ أين العالم الأول؟ أين جبروت أمريكا وأوروبا والروس والصين واليابان؟ أين الجامعات ومراكز الأبحاث؟ وأين أبطال نوبل؟ رئيس وزراء بريطانيا العظمى يطلب من مواطنيه توديع الأحبة، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقطع الرحلات الجوية مع العالم، ورئيس وزراء كندا يحجر نفسه. نجوم السينما، أندية رياضية كبرى، بطولات عالمية، مسارح وصالات سينما، مهرجانات، معارض كتب، مدارس وجامعات، الحركة مشلولة في محطات القطار وفي المطارات ومحطات النقل الكبرى، جميعها تتوقف عن الحركة. المصافحة ممنوعة والتقبيل جريمة، والحشود مصيدة المغفلين. أماكن العبادة المقدسة ما بين الفاتيكان ومكة تغلق أبوابها. الشك والريبة والخوف والقلق يسيطر على حواسنا، فيتعطل الدماغ عن التفكير السليم. لم يكن ذلك بسبب حرب نووية أو مهاجمة كائنات فضائية لكوكبنا، إنما بسبب فيروس صغير. فيروس يجعل من سرف الدبابات وأسراف الطائرات وأحدث أنواع الرادارات مجرد آلات غبية لا تصد هجوما ولا تهدد عدوا. اقتصاد العالم يشل، البورصات الكبرى تتهاوى، أسعار النفط تسقط، والأغنياء يحبسون أنفاسهم. وحدهم الفقراء أمينون في القافلة، لكنهم ليسوا أمينين من الإصابة بكورونا، فهم مهددون مثلنا مثل الأغنياء بهذا الوباء. على مدى القرون الماضية خضنا عددا كبيرا من الحروب، كنا نرغب بتحطيم الآخر وقطع نسله إلى الأبد. حروب دينية، غزوات ومؤامرات وانتهاك لحرمة دم الإنسان، صراعات ومهاترات، حربان عالميتان وحرب باردة، ضغوط على الشعوب الضعيفة وابتزاز للأمم المتحدة، أنهار من الدماء وجيوش من الأيتام والأرامل والجرحى والمعاقين وكبار السن الذين لا مأوى لهم، والأطفال الذين يئنون من الألم من المجاعة. كل ذلك بسبب طمع الإنسان وجشعه ونزعته لظلم الآخر وسلب ما لديه، ليس على مستوى الدول بل حتى على مستوى الأفراد والجماعات. اليوم صار كل شيء في مهب الهاوية، وأصبح كل كبير صغير، وكل قوي ضعيف، وكل غني فقير. فإذا كانت العولمة قد جعلت من العالم مجرد قرية، فإن الكورونا جعلت منه اليوم مجرد فقاعة. والآن ألا تستحي أيها الإنسان؟ مع السلامة.